أهلا بكم. قضت محكمة سودانية كانت تنظر في قضية الفساد التي يحاكم فيها الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير، قضت بإيدائه مؤسسة إصلاحية مدة سنتين تراجع بعدها المدة، كما قضت بمصادرة المبالغ التي تحفظت عليها السلطات. واتهم البشير بالحصول على أموال من مصادر أجنبية واستعمالها بطريقة غير قانونية، خصوصا حصوله على مبلغ 25 مليون دولار كان البشير قد تسلمها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما قال البشير إن هذه الأموال لم تستعمل لمصالح شخصية بل تبرع بها. وفور انتهاء المحاكمة انطلقت في العاصمة الخرطوم مظاهرات لمناصري نظام البشير للتنديد بسياسات الحكومة الانتقالية، إذ رفع المتظاهرون شعارات تتهم الحكومة بالابتعاد عن الإسلام ومحاولة إقصاء القوى السياسية. أسدل الستار ونطق قاضي محكمة البشير بالحكم. واحد، إذا ندعم محكمة البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين على أن تحصل المدة بعد انتهاء ليرات البلاغ 5650 على 2000 2019 الخاص بخطاب التسليم الوارد إلينا بتاريخ 28 أغسطس 2019. ضجت أركان المحكمة بهتاف مناوئ، ما جعل القاضي يطالب بإبعاد المحتجين عن قاعة المحكمة. بعضهم لم يرى في الحكم إنصافا. كانت تهم سياسية فقط، قصد منها النيل من الرئيس ومن حكومته. وآخرون رأوا أن عهدا جديدا من نزاهة القضاء قد بدأ بهذا الحكم على البشير. أفتكر أنها هي قضية سارت في المسار الجنائي وليست هي ذات طبيعة سياسية كما يدعي البعض. وفي مكان ليس ببعيد عن مقر المحكمة، خرج المئات من أنصار البشير في مظاهرات أسموها الزحف الأخضر. هو زحف تجاه القصر الذي أغلقت مداخله، وهتاف يدعو إلى تغيير جديد. صفوف العيش والدقيق والبنزين دي الأساس اللي أصلاً مرقتنا في الثورة الأولى، وجينا هنا عطين زاد بلة وغير كده بقت لنا 100 وخراب ديار، بقى دين وعجين، لا في دين لا في عجين. الطرف الآخر تحرك على مقربة من المكان، واصطف داعموه رافضين وجود أنصار البشير في الشارع، مرددين هتافات الثورة التي أطاحت به وبعهده. سبت ساخن شهدته الخرطوم، فبعد الحكم على البشير وحضور أنصاره علنا ولأول مرة في الشارع، فإن الساحة السياسية في السودان تتوقع ردود أفعال مختلفة لا يعرف أحد بعد كيف ستتبلور، وربما ألقي حجر في بركة لم تشهد السكون منذ سنة. مطالبين بإسقاط حكومة حمدوك وإصلاح الاقتصادي والمجتمع، ردد المتظاهرون شعاراتهم، شعارات رفعها من كان في الحكم إلى وقت قريب لتتبدل الأحوال. وتبقى الشعارات. يعني خضر، تلفزيون العربي، الخرطوم. وفي السودان أيضا أصدر مجلس السيادة قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات التي تم إنشاؤها في عهد النظام السابق بموجب قانون النقابات. ونص القرار أيضا على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل على أن يحضر أو يحضر التصرف فيها. كما نص القرار على تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية.